السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بألف خير وبصحة وسعادة. والنهاردة بقى في الجزء الثالث هنشوف الستاير وهنشوف مفاجآت وحاجات جميلة جدا. أتمنى إذا عجبكم ما تنسونوش بالاشتراك في القناة، وأهم حاجة تفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ويلا بينا. احنا هنا دلوقتي في الستاير. يعني الستارة دي ايه؟ دي حاجة اسمها سانسيت، أرض أرضين. سانسيت أرض أرضين، ماشي؟ في منها كل الالوان بتاعتها. تعالي اتفضلي. قلتش الستاره دي بكام؟ المتر ده المتر عامل 70، عرض عرضين. وتخيطها بكام؟ الخياطه المتر اللي هتعمله شريط حلق زي ده كده، المتر ب 25 بالشريط، وشامل كل حاجه، شامل الشريط وشامل كل حاجه. في دي سدار، دي سدار اسمها سدار الخمدي. ماشي، ده اسمها سدار. ده المتر عرض عرضين، المتر عامل 120 عرض عرضين. يعني الستارة تاخد كم متر زي دي كده؟ حسب المساحة اللي عند الزبون. يعني مثلا دي كده تاخد كم متر؟ دي واخدة كم متر؟ دي واخدة 4 متر. دي واخدة 4 متر؟ حسب المساحة اللي عند الزبون، كل مساحة ولها عدد أمتار. وحاطين لها الشريط دوت من على الحرف ده ومن على الحرف ده. دي كل ألوان السانسيت اللي موجود بره. دي البني اللي هي في الاول فيها دي الوانها، اللي هي كانت اول واحده خالص شفناها. كل الوانها. دي اهي منها الكحلي والرصاصي والجنزاري والكشمير والكافيه، منه درجتين فاتح وغامق، والاوف وايت والنبيتي والرصاصي الفاتح. نوع القماش ده ايه؟ ده اللي احنا لسه شايفينه؟ دي الزرقاء دي. دي اللي هي الزر التركي، دي كل الوانها موجوده. يعني شايفين الخامه بتاعتها جميله والله، قوي قوي حلوه. دي بتقولي المتر ب 90؟ المتر عامل 90، عباره عن 3 متر اهي. بصوا 3 متر، يعني انت عشان تعملي ستاره هي تنفع كده. معلش نبي تعالى افردها لي. طولها 3 متر، الطول بتاعها 3 متر. والعرض عرضها كده اللي هو الطول، العرض بقى زي ما الزبون عايز، متر 2 3 10 زي ما الزبون عايز. لكن طولها 3 متر. طولها 3 متر. مش بتبقى فيها وصلات في الستاره، تبقى قطعه واحده من بدون وصلات. بص الخامه عامله ازاي في الستاره. عشان بص الطول فعلا. طولها 3 متر. الخامه السخيه في الكشكشه بتاعتها. ده بقى طقم حرير الصالون بالمتر، قماش تنجيد صالون بالمتر. ده اللي هو ايه الجبير ده بيقولوا عليه جوبلان. ولا ده ايه؟ ده جبلان. ده بكام الجبلان ده؟ ده المتر عامل 110. ده جبلان بتاع الانترهات، صالون وانتريه. ده الجبلان اللي هو بتاع الانترهات، ينفع وينفع صالونات بردك. المتر هنا ب 120، بس الفوشيا ده والبمبه ده الوان، والبردك البمبه الفاتح القطيفه هنا يعني بارزه 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 بصراحه. شوف القطيفه عامله زي ايه. هي دي ايه، مصري ولا دي مستورده تركي. ولا دي تركي. ده تركي. شايفين الظهر ده، ظهره، لكن ده وشه، ده تركي مستورد. في منه الذهبي في ذهبي، النبيتي، البيش في كشمير، بيش في كشمير منه الرسمتين، في منه البترولي، كافيه في كشمير الماتشنج بتاعه، اللون ده اللي هو اللون الاقوى، اقوى في كافيه، لون جميل لسه طالع جديد، الماتشنج بتاعه، نبيتي رسمه تاني والماتشنج بتاعه. تقصد الساده بتاعها. يعني هي يعني تستخدمي الساده وتستخدمي مع الفوشيا اهو، الساده مع الفوشيا. ده بقى قسم ايه؟ قسم الستار اللي هي الخفيفه، ستار التل. عندنا التل برضو بيبدا، بالنسبه للتل بيبدا من 35 جنيه وطالع. في برضو حاجات مستورده سعرها كويس جدا، ماشي، موجود منها رسومات كتير. بالنسبة لو الزبون عايز رسمة هادية، كل الشغل موجود، لسه فرشين جديد بقالنا 5 أيام بس.
ده كله ده اللي انا بصوره لحضرتك، كله ده شغل تركي. بالنسبة للي هو البوكيهات اللي في النص، كل الرسومات دي جميلة جدا. ركز على دول عشان دول شكلهم دي حلو قوي. اللي هنا دي بكام المتر بتاعها؟ اني الأخيرة دي عاملة كام؟ ده المتر عامل 75، واللي جنبها 75. يعني هي مش كلها سعر واحد؟ لا، بيبدأ من 35 عين. بالنسبة بقى الحاجات دي، الستاير دي برضو لسه طالعة جديدة، الديجرادي في منها كتان وفي منها التل بتاعها. ده التل بتاعها برضو يا جماعة. في الكتانات المقلمة دي جميلة برضو لسه نازلة جديد. الستاير دي حضرتك ممكن تنفع لأوضة نوم، أوضة أطفال، أوضة ليفنج، نوم وأطفال وليفنج، كل الألوان موجودة. ايه الخضرة دي؟ ايه الخضرة دي؟ ده بالنسبة للبراع، دي لسه نازلة جديد، براع استانلس مطلوبة برضو اليومين دول كويس. دي القطيفة برضو التركي بتاعتها. قرب قرب عشان انت كده مش جاي. بالنسبة للتفصيل برضو عندنا بنفصل قسم خاص للتفصيل وللتركيب، بنركب ستاير في كل المدن، كل المحافظات. لا ورا كده وقت الرسم دي حلوة قوي. بكام المتر ده؟ الستارة دي المتر بتاعها الطول دي عاملة 70. ده شغل بارز. شغل بارز من على القماش اللي انا عملت ايديك كده، تحس بالشغل ذات نفسه، بالتطريز ذات نفسها. ومش اي مكان اللي يعمل الخرام ديت في الستارة. يعني مش اي ستارة اللي تلاقي فيها الحاجات ديت. حاجة بصراحة تحفة. ورينا بقى كمان اللي جنبيها. في حاجة زي كده، في منها ألوان المتر بخمسة وأربعين، 45 المتر. تمام. دي حاجات تركي. حاجة زي كده، في منها برضو في منها ألوان، ثلاث ألوان منها، في منها الكشمير والأوف وايت فوق أوف وايت والكافيه. ده المتر عامل 90. لا افرد لنا تاني. الله دي كمان جميلة بردك. دي المتر بتاعها كام بردك؟ 90. الشغل ده كله تركي، بيتباع بره ب 110 و 150 جنيه بره. لا ما انت هنا اسعارك حلوة بصراحة، احنا عشان كده بنصور معاك، عشان احنا بنجيبش لمتابعينا الا الحاجات الرخيصة، يعني الحاجات اللي هي في متناول الايد. افرد لنا دي تاني بردك. القطيفة بتاعتها تحفة 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 بجد. حلوة قوي. دي بكام المتر ده؟ ده تركي. ده المتر عامل 90 جنيه بس، خامة كويسة جدا، بتتباع عند محمد شاطر ب 130 جنيه تسعيرة، مسعرة محمد شاطر ب 130 جنيه تسعيرة. انت هنا بتقول بكام؟ 90 المتر من دوت ب 90. بصوا الخامة عاملة ازاي، بصوا القطيفة بتاعتها. دي قطيفة حفر وبارز، شايفين قد ايه؟ شايفين الظهر؟ دي ظهرها، لكن دي وشها، دي حفر بارز يا جماعه. شوفوا الخامه بصراحه، لا حاجات تحفه، وجميع الالوان بتاعتها اهي، في الفوشيا وفيه اللي هو البيج الفاتح والرصاصي وفي النبيتي. ورينا كده. ايه الحاجات الحلوه الجميله دي؟ لا جميل الوانها بصراحه. استني بس عشان الكاميرا تبين لنا اكتر. زي ما انتم شايفين كده الشكل بصراحه بتاعها، القطيفه البارزه الجميله. وادي دي والبني بردك، والبني بتاعها بردك جميل تحفه بصراحه قوي قوي. شوفوا فيها زي لمعه خفيفه كده اهي، بصوا اللمعه الخفيفه مع القطيفه مديه منظر روعه. والكحل بتاعها كمان فوق جميل. ده كل ده تنجيد، اسمها جلد مقلوب بس تركي. الجلد المقلوب ده عندنا بيبدا من 50 جنيه طالب، في حاجات ب 50، في حاجات ب 65، في حاجات ب 70، بس الخامات كل حاجه ولها سعر
ده ظهر القماش. ده الظهر بتاعها. ده ظهر القماشة. ده اللي هي القماشة الجلد. ده معالج ما يشربش الميه، عازل للميه. ده عازل للميه. ده معالج. ماشي. في منه السادة وفي منه المنقوش. فين المنقوش بتاعه؟ ده منقوش. ده المنقوش بتاعه. لا والله عنده جميع الالوان. ودي ادي بقى دي المنقوش والساده. ده قطيفه مشجر. دي قطيفه 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 خالص وناعمه ناعمه جدا بصراحه. بتعمل منها الكوشن اللي بتاع الستار، خدوديات التنجيد. دي بتتعمل منها الخدوديات بتاعه التنجيد، وبتعمل منها الستاير. يعني اللي بيعمل تنجيد وعاوز يعمل خدوديات، الخامه دي على قطيفه جميله. انت قلت المتر بكام؟ ده المتر ب55. ده المتر ب55 بس قطيفه وناعمه للخدوديات يا جماعه، حلوه قوي قوي. للستاير برضك جميله. الله، ايه البقع الحلو ده؟ ايه الشغل الجميل بتاعكم ده؟ ايه البرقع ده؟ انتوا اللي بتعملوه ولا بتجيبوه جاهز ولا ايه؟ بنفصل. يعني البرقع دوت انا اقول لك اعمله لي، تعملوا لي بكام؟ المتر يا باشا. المتر كام؟ طيب المتر ده المتر عامل 200 جنيه. ده المتر وانت تاخد القماشه. ده القماشه بتاعه البرقع هي نفس قماشه الستاره. القماش ده فين يا هو؟ القماش ده صورتيه جوه. ده قطيفة صدار. دي قطيفة صدار عاملة 110. عرض عرضين. بس بصراحة مع البرقع بتاعها الستارة دي خطيرة. شوفوا الجزء الفاتح اهو. والله افرد لنا الفاتح واخدة من نفس درجة الستارة مع البرقع. لا ما شاء الله، حاجة بصراحة جميلة جميلة. منظر البرقع بصراحة حاجة حديثة وجديدة، يعني أنا مش شفتها كده بصراحة. أي شكل بننفذه بفضل الله، أي شكل بننفذه. يعني لو جاب لك أي شكل يعني من لو الزبون معاه شكل معين بننفذه. يعني مش شرط اللي هنا، لا ده هو هنا بيعمل عينات، لكن أنت بأي شكل تجيبيه من على النت هو يعمله. الله. البتاع معمولة بصراحة الستارة ما شاء الله على اللي عملها. بصراحة فكرة جميلة وحاجة حلوة. دي للعرايس كده بتتحط في الصالون والانتريه. شكل حديث وجديد، والبرقع ده جديد. انتوا جايبين البرقع ده منين؟ يعني انتوا منفذين الخشب ده؟ احنا اللي منفذينه. انت اللي منفذينه؟ مصنعنا وورشتنا ما بننفذش. يعني اي شكل هتجيبوه في البرائع طبعا غير البرائع اللي بره. بصراحة انا ما شفتش الشكل ده. الله، اي شكل هتجيبوه من قلب النت عندكم هيتنفذ هنا بامر الله. وطبعا الاسعار هنا يعني في متناول الجميع، حلوه ما شاء الله، فيه العالي وفيه الوسط. ادي المحل اهو، كارت المحل اللي ورا كده شويه. ايوه كده، عشان كده يبقى اهو. محلات محمد ومصطفى اما اندام، 74 شارع الازهر، اول طلعت كوبري المديريه. هتيجوا تسالوا على ماهر وهو هيوريكم كل حاجة اللي انتم شايفينها ديت. وطبعا الاسعار اللي احنا بنقولها دي لسه برضك هيعمل لكم فيها برضك تخفيض، يعني مش هتاخدوا على نفس السعر ده بالظبط. صح يا ماهر ولا ايه؟ تمام يا فندم، احنا بفضل الله بنكسب زبون مش مكسبنا فلوس. والله عشان كده احنا بصراحة جينا نقول عليك، عشان انت عندك حاجات بصراحة كمان زي الفل. عنده حاجات الانتريهات زي ما انتم شايفين بجميع الانواع بجميع الاسعار، فيه العالي وفيه الواطي. ده البوف من الخامة دي. شوفوا بقى القماشة دي اهي، عملوا منها الكرسي البوف ده. بص لما تركيه لما اتكسى واتحط بصراحة جميل جدا اهو. وده اللي احنا قلنا عليه الجبلان. ده الجبلان الصالون. ده الجبلان اخد منه اهوت، اخد القماشة دي وعملها اهوت في الكرسي الكبير بتاع التسريحة. شكلها بصراحة جميل جدا. لا بصراحة انتوا عاملين ما شاء الله عليكم، عاملين شغل عالي. يعني شوف لما يتحط كده دوت على الكرسي بتاع التسريحة من القماشة دي اهي اهي اهي. القماشة دي
عمل منها نفس الكرسي ده. ده بتاع انترهات يا جماعه، تقيل وحلو زي اهو. بص القماشه تقيله بصراحه. وايه ده بقى؟ دي ستاره. دي ستاره بس تقيله. اه وريني بقى كده ايه الستاره العريضه دي، ايه القصه دي؟ تمنع الهواء، الهواء والشمس. تمنع الهواء، تمنع الشمس، ومش عايزه تحط البلاك اوت، تحجب عن البلاك اوت. وريني كده دي ظهرها، وريني بقى وشها. هي ملهاش وش من ده. ملهاش وش يعني هي تتحط على اي ناحيه؟ وشها زي ظهرها. وشها زي ظهرها يعني. اه والله فعلا بصوا هو دلوقتي حاطط، ورينا كده. اه ده الده. لا بس تحس دي غير وش لامع، وش مط. ده وش لامع يعني انت لو عايز تحطها على الناحيه دي اللامع. ده اللامع وده المط، وده عكس عكاس. لو انت عايز تحطها هنا تحطها، تحطها على الشكل ده تحطها لون. يعني ملهاش لون معين. لون معين. بكام المتر بقى ده؟ المتر ده بقى بكام؟ دي عامله 170 بس ديت شد من البلاك اوت في الستاره. اه يعني بدل ما تحط الستارتين ورا بعض، بدل ما تحط الستارتين اه هتحط ستاره واحده بس الخفيف. آه. وديت بدل ما تعملي تكلفه ستارتين، بدل ما احط التقيل قدام، التقيل قدام والخفيف ورا وبعد كده بلاك اوت، لا هي ديت والخفيف بس. ودي الوان النبيتي والبيج والموف والابيض برضه، دي الرصاصي الفاتح. لا ده انتوا ما شاء الله عندكم حاجات بصراحه انا ما شفتهاش بره. دي بتعملوها في المصنع بتاعكم؟ اه حاجات مخصوصه لمحلكم بس. المحل بتاعنا احنا بس. ما انا فعلا انا ما شفتهاش. ملهاش في شارع الازهر كله على الصفين. ما انا فعلا انا ما شفتهاش بصراحه الحاجات دي يا جماعه بصراحه. انا ما شفتش نوع الستاره ده. محل محمد ومصطفى المحل الوحيد اللي في الشارع المميز في كل بضاعته. ما بيرضاش يمشي زبون زعلان من عنده. سامعين؟ ما بيمشيش حد زعلان، يعني كله هياخد وفصلي وخدي زي ما انت ما عايزه، مش هيقول لك لا. ده حاجه زي دي كده. دي هي وش منقوش. اه. والوش بتاعها التاني ساده. يعني دي بردك على الوشين. وش ساده. ممكن تحطها على الساده وممكن تحطها على المنقوش، لا يعني ممكن انت تركبيها مره كده وممكن مره كده. اه. بصي شكلها في الستارة. الله ما شاء الله جميلة. ممكن تحطيها على الوش السائل المنقوش ده، وممكن السادة. ان انت تحطوها على الوش السادة، يعني هي ماشية كده وكده، مفيش حاجة اسمها ظهر ومفيش حاجة اسمها وش. دي بردك قلت بكم؟ ليه عاملة 130 عرض عرضين، طولها 3 متر عرض عرضين. اه يعني في التفصيل يعني. ولا هتاخدي اه اتنيها اتنين بقى كده عشان يبان. اه بصوا قد ايه دي كده، هو بيتنيها اتنين يعني. شوف العرض قد ايه وهو متني اتنين يعني، لسه كمان لما تفرديها. دي بقى ايه؟ قول لي بقى دي تاني دي بكام؟ دي جميع انواعها، دي جميع الواناتها، كشمير، كوفي، بيج، الاقوى. الالوانات تاني زي كده لسه جايه جديده، الالوانات دي امبارح. الله لسه دي نفس الخضرة اللي معروضه، نفس الخضرة اللي معموله بس الوانات مختلفه، بترولي، كشمير، لونين في بعضيهم، سيلفر في البيج. ورينا كده واحده من الجداد اللي انتوا جايبينهم دول. بعدين دي بتاعة الصالون. بتاعة الصالون ده كده الكرسي اللي هو هيبقى دي في القعدة، ودي هيبقى في الظهر كنبة. اه القعدة اهي والظهر بتاعها اهو. دي الكنبة، اربع كراسي وكنبة. الطقم دوت يا جماعة 2700 بس خامته. ورينا الخامة بتاعته بقى كده، وورينا معلش امسك لنا الظهر كده. خامته حرير. ده قماش طبعا كله ده ايه؟ مستورد ولا مصري؟ ده الظهر بتاعه.
شوف الظهر بتاعه، الظهر بتاعه اهو القماش ذات نفسه منه فيه. ده يا جماعه ده حرير. حرير. لو مش حرير الدار بتاعه شبه كده، هو الدار بتاعه يبقى شكل تاني مختلف. لكن ده عشان يبين نفس التطريز بتاعه، التطريز بتاعه. عشان نعرف الغش، عشان تعرف ان ده اصلي ولا مش اصلي، انك تلاقي ايه؟ التطريز بتاعه ذات نفسه من ورا، انت شايفه التطريز. هي نفس الرسمه اللي نفس على نفس الرسمه اللي ورا للتطريز بتاعها. عشان تعرفوا الاصل من التقليد. ما شاء الله الالوان تحفه، واللون بردك اللي حاطه ده تحفه، وكل الالوان اللي انتوا عايزينها، يعني مش لون واحد وبس، لا في جميع الالوان. دي بلاك اوت، ده وش مقوش ووش ساده. ده بلاك اوت يعني بتمشي بردك على الوشين. وش ممكن تحطها على الساده زي كده، وش منقوش زي كده، وممكن وش منقوش زي كده. اللمعة اللي في الستارة، عشان الناس بتقول لك بتقع في الغسيل وبتكش والكلام ده، بالضوافر ذات نفسها. يعني الحاجات دي مطبوعة ولا هي عشان هي مستوردة ولا عشان لا هي عشان مستوردة فالوناتها ثابتة فيها. ده نسيج يا باشا. الوناتها ثابتة. يعني انتوا ما تخافوش من الستارة المذهبة دي، الحاجات دي أصلا مطبوعة، الحاجات دي مستوردة، ما تقعش في الغسيل ولا أي حاجة خالص. يا رب يكون الجزء الثالث من الستاير عجبكم. اتمنى ما تنسونوش بالاشتراك في القناة، واهم حاجة تفعيل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد مع صومة في البيت البسيط. والسلام عليكم.